الصحة إن شاء الله تكون بألف خير. بإذن الله بهذا الفيديو حشرح لكم دائرة الانفيرتينج انتجريتر، دائرة المكامل العاكس للطور. ترى هاي الدائرة عندها بالضبط نفس خريطة دائرة الانفيرتينج ديفرنشيتر، بس شنو الاختلاف بيناتهن؟ أماكن المقاومة والمتسعة تبدلن. بالانفيرتينج ديفرنشيتر كانت المتسعة هنا والمقاومة هنا، هسه صار عندنا العكس. هاي الدائرة بها فولتيت الاوتبوت هي عبارة عن تكامل فولتيت الانبوت، ولا ما نخلص التكامل نضرب الاوتبوت مالنا في اشارة سالبة. مو بس تكامل وانما انفيرتينج، اكو همين عملية عكس للطور. ركزوا لي، هاي العملية مال عكس للطور قاعد تصير لين ماتي الفانكشن جنريتر اللي هو الانبوت ماتي مسلط على طرف رقم 2 من الاوبريشن امبليفاير اللي هو الطرف العاكس للطور. اوكي، الطرف العاكس. الطرف الغير عاكس للطور مربوط اوتوماتيكيا للجراوند. الأربعة والسبعة مثل ما متعودين يتوب كل دوائر مالتنا، الأربعة عليها طرف من مصدر سالب أنا مودي يشتغل الآي سي، والسبعة طرف موجب من المصدر ماتي أني مصدر دي سي، لاخ مو نفس المصدر عاود يشتغل ماتي الآي سي. الستة هو الأوتوت مالتنا. Draw the output voltage for the circuit shown above and explain how the output voltage resulted from the input voltage given that the input voltage is as shown below to the left. شنو معنى هالعبارة شباب؟ ارسم فولتية الإخراج للدائرة الموضحة أعلاه وفسر كيف نتجت هذه الفولتية من فولتية الإدخال، علما بأن فولتية الإدخال مثل ما موضح أدناه على اليسار. في الواقع هنا كان لازم أكتب لكم فولتيات الإدخال، ليش؟ أنا مغطي لكم الأربع احتمالات، الساين والنيجاتيف ساين والكوساين والنيجاتيف كوساين، وهنا أنا هم كاتب لكم إياها. There are four cases for the input voltage which means that there are four cases for the output voltage. هناك أربع حالات لفولتيات الإدخال، وما يعني بأن هناك أربع احتمالات لفولتية الإخراج. نجي نبقى الاحتمالات ماتي آني للإدخال، نكاملها ورا التكامل نضربها بإشارة ماينس حتطلع لي هاي الإشارة اللي هنا. شوفوا بالحالة الأولى عندنا فولتية الإدخال هي ساين أوميجا تي، ساين تبدي من الصفر وتصعد، الساين الموجبة إذا تصعد يلا تنزل، مو تنزل يلا تصعد. خلينا ننزل لكم على وين هالماينس ساين، شوفوا الماينس ساين من الصفر، هم اثنيناتهم يبدأ من الصفر، بس الماينس ساين تنزل يلا تصعد، بينما الموجب ساين لا تصعد يلا تنزل، هذا كإدخال عدي آني. أما بالنسبة للكوساين مالتي آني فهي تبدي من قيمتها العظمى، الموجب كوساين تبدي من قيمتها العظمى الموجبة، أما النيجاتيف كوساين تبدي من قيمتها الصغرى السالبة أو العظمى السالبة، أوكي؟ وتكمل البيريود مالتي آني. نيجي سنباوع الأوتبوت مالتي. اعيد بس اقول لكم هنا فد شغله، هنا انا مو كلش مركز على الامبليتود مال الانبوت والامبليتود مال الاوتبوت، لان انا بالامبليتود اكثر شيء اركز به على دوائر اللي يتغير من الامبليتود بشكل جذري. يعني مثلا شنو الانفيرتنج امبليفاير، نون انفيرتنج امبليفاير، سبتراكتر وادر وغيرها. هاي الدائره عاده من يربطوها او الدائره السابقه عاده من يربطوها من ما يكونون كلش مهتمين بالامبليتود. ليش؟ في حال احنا طلعنا الامبليتود مال الاوتبوت قيمة أكبر مما احنا ردناها، مثلا طلع الامبليتود مال الاوتبوت فالفولتية أعلى مما احنا ردناها، بكل بساطة نقدر نفوتها على فولتج ديفايدر نقلل الفولتية مالتها. أما إذا احنا طلعنا فولتية الاوتبوت أقل من الفولتية اللي احنا رايديها نقدر نفوتها على نون انفيرتنج امبليفاير. قصدي شنو؟ بأن نربط أول شيء دائرة الانفيرتنج انتجريتر والاوتبوت مالتها نفوتها انبوت على غير دائرة اوب امب اللي دائرة نون انفيرتنج امبليفاير. نكبر بالمقدار اللي احنا نريده، نحط نسبة الـ R2 إلى الـ R1 دائرة الـ Non-Inverting Amplifier، بعدها نطلع الـ Output اللي احنا رايديه. زين، نجي سنباوع. الساين مالتها التكامل، مالتها التكامل هو ناقص كوساين، ناقص كوساين. ليش؟ انتوا بس حفظوا بين الساين مالتها المشتقة هي كوساين. معقولة التكامل مال الساين هم يطلع كوساين؟ لا، لازم اكو عكس طور. فالساين مالتها التكامل هو ناقص كوساين. هاي بس التكامل، بس كلمة انتجريتر. زين، والانفيرتنج تصير عندي موجب كوساين، وبالفعل هذا هو الموجب كوساين. هاي الحالة الأولى. نيجي للحالة الثانية، الكوساين مالتنا احنا هو الانبوتس. الكوساين مالت التكامل هو الساين. ليش؟ مشتقة الساين كوساين، فبالتأكيد تكامل الكوساين هو ساين. بس الساين هاي بس انتجريتر، وانفيرتنج تصير ناقص ساين، وبالفعل هي قاعد تبدي من الصفر وماينس يلا ترجع تصعد. نيجي نشوف الحالة الثالثة القبل الأخيرة. عندي الانبوت ماتي هو ناقص ساين، تكامل الساين ماتي اني هو ناقص كوساين، ناقص كوساين ويا هاي الناقص حصير موجب كوساين، موجب كوساين بس هاي بس الانتجريتر من دون الانفيرتنج، والانفيرتنج يصير ناقص كوساين اللي هي هاي الموجة الموجودة عندكم بالاوتبوتس.
الحالة الرابعة والأخيرة ونحن بها رح ننهي المنزوة مالتنا إحنا. عندنا لما الانبوت ماتي هو ناقص كوساين، عندي تكامل الكوساين هو ساين، فس هاي تكاملها هو ناقص ساين. ليش ناقص كوساين؟ فعندي مات التكامل حيصير ناقص ساين. ناقص ساين هو التكامل بس وعكس الطور، سالب في سالب حيصير عندي موجب، فيصير عندي موجب ساين. بإذن الله افتهمتوا علي بهذا الفيديو. مع ذلك إذا عندكم أي استفسار كتبوا لي بالتعليقات، بإذن الله ما حقصر وياكم. وكالعادة الشباب أتمنى لكم دوم الصحة والسلامة، ويا ربي كل التوفيق لكم. تحياتي شباب، مع السلامة.